أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وأنتم من تقولون إني أنا. النهاردة احنا مع السؤال الثاني في مثل القمح أو الحنطة والزوان، والنهاردة دي الحلقة الأولى في السؤال الثاني. السؤال عبارة عن، عشان نبتدي بالسؤال، أتريد أن نذهب ونجمعه؟ بيتكلموا عن إيه؟ عن الزوان. يعني هم اكتشفوا ان في قمح وزوان او حنطة وزوان، فالعبيد بيقترحوا على السيد، بيقولوا له عايزنا نروح نذهب ونجمعه، نشيل الزوان، نقطع الزوان ونبقي القمح الى وقت الحصاد. كلام ده هنلاقيه في متى 13-28. ده السؤال في متى 13-28. وعلشان تكون الفايدة اكبر ليكم كمشاهدين، من فضلكم محتاجين ورقة وقلم، لان فعلا اللي بنقدمه التعليم صرف شويه، بنختمه بتطبيق، بس التعليم هو نور. يعني التعليم ده بنورك نرى نورا، يعني كل ما النور زاد، كل ما فهمنا لكلمه ربنا، كل ما قربنا منها ومن رسالتها، وبالتالي بتاثر فينا وبتغيرنا. اول سؤال عندي، ما هو الزوان؟ هو انا الكلمه، كلمه زوان اليونانيه لا ترد في العهد الجديد كله إلا في المثل ده وتفسير المثل. يعني هي تأتي 8 مرات، كلمة زوان تأتي 8 مرات، كلها عبارة عن في المثل ده وفي تفسير المثل. طب إيه طبيعة الزوان؟ هو نبات عشبي سام، نبات عشبي سام غير مفيد بتاتا. ثالث حاجة، هو غير مفيد بتاتا حتى في عمليات الطهي أو التدفئة، يعني حتى في دي زيه زي الأشواك. نبات مضر للغاية سواء للزرع أو للإنسان، بيمتص من عصارة الأرض، بيسمى عند أصحاب الأراضي القمح الكاذب، لأنه شبيه جدا في القمح ما عدا في الطول. يعني الذي يعني يميزه عن القمح وطول. عشان كده في الأيام الأولى من الزرع مش ممكن تفصل بينهم، مش ممكن تعرفهم. لما ينمو الاثنين بتبتدي تميز بسبب يعني أكتر حاجة طول الزوان. لكن هو اسمه القمح الكاذب. أحيانا كان يستخدم كطعام للطيور لكن غير مستحب، لكنه زي ما قلت نبات مضر للغاية. ايه اللي بيعملوه بقى الزراع واصحاب الاراضي لما يبقوا عايزين يتعاملوا مع المشكلة دي؟ في حالة اكتشافه في المراحل الاولى خالص وهو صغير للغاية وعرفوا يميزوه، يقدروا ينقوا زي ما بينقوا القطن وغيره. لكن ممكن يجيبوا اطفال صغيرين ويبتدوا ينقوا فيها، لكن عادة لا يمكن اكتشافه، فبيكتشف وقت متأخر ويكون اوريدي الزوان كبر. والمشكلة بقى انه جذوره شديدة فتمسك في جذور القمح، فلما انت عايز تخلعه انت بتخلع مع ايه؟ القمح. كل ما المحصول بتاعك ضاع، وهو ده يعني جزء من اجابة السيد بعد كده، انك لما هتروح عشان تخلص من المشكلة تعمل مشكلة اكبر بكتير. فالافضل فعلا، افضل حل انه تجعلن ينميان معا لغايه لما نقرب من وقت الحصاد، قبل الحصاد يعني بايام قليله، نقدر نروح بقى نخلعه من ايه؟ بان احنا نقصه من غير الجذور، نسيب الجذور نقصه بس من تحت. بس عمليه شاقه جدا لانه شبه متشابك، يعني عمليه مش بسيطه، يعني مش زرع جنب زرع، دي زرع جوه زرع، فبتاخد مجهود غير عادي وبتعمل مشكله وبتقلل من يعني او بتزود الخسائر بشكل او باخر. وزي ما قلت لكم، هو مشكلة الزوان انه بياخد من عصارة الارض، يعني بياخد من اللي مفروض يروح للقمح نفسه او للحنطة نفسها. العملية زي ما قلت لكم صعبة ولا تخلو من اضرار. وانا اللي بقوله بقى يعني ناخد بالنا من القمح اكتر يعني من الزوان، لانه في الاخر للأسف في ناس بتتاخد مع الزوان، يعني في ناس بتروح في الرجلين مع الزوان، بتتقلع مع الزوان. طبعا احنا عارفين بقى الحصادين اللي هيتكلم عنهم الرب هنا، لا في غاية المهارة، مش زي الحصادين اللي موجودين في الارض، ما بيغلطوش وبيعرفوا يميزوا جدا بين فيش قمحايه، يعني في شجرة قمح واحدة هتروح او زرعت اسف قمح واحدة هتروح في حتة غلط.
فوقت الحصاد الملائكة القديسين لما هيجوا هيعرفوا يفصلوا جدا. بس ده جوه الكنيسة مش بس في العالم، في الكنيسة نفسها. مش كده؟ أنا سؤالي بقى، كم حجم القمح الكاذب في كنائسنا؟ يعني كم يعني عدد الزوان اللي بينمو معا مع القمح، وقد ايه بيسبب أضرار وبيسبب مشاكل جوه الكنائس، وقد ايه بيسبب إزعاج، وقد ايه هما أوقات بيبقى الفريق الظاهر أكتر لأن هما اللي عامل مشاكل أكتر، هما حديث الناس لأن هما اللي موجودين. وما تقدرش كبني آدم تفصل، يعني دي مش سلطتي، دي سلطة الرب يسوع والملائكة القديسين هيجوا بقى يفصلوا بين السمك الرضي والسمك، يعني الشبكة هتاخد كل حاجة، الزرع أو الحقل موجود ده وده، لكن اللي هيفصل في الآخر بين الأخيار وبين الأشرار هو الرب. لكن إحنا بنعاني، يعني الكنيسة، كنيسة الرب بتعاني من ناس كتيرة جوه الكنيسة بالشكل ده. خلي بالك في كورنثوس الثانية 11 وعدد 26 بولس بيتكلم عن 24 نوع من المعاناة اللي بيعانيها جوه الكنائس وفي العالم، في برد، في عري، في كم مرة تكسرت بيه السفينة 3 مرات، مش عارف، في السجن يقول لك مرات كثيرة، في ميتات كثيرة، يعني كان قرب من الموت. بس من ضمن الأخطار 24 اللي كتبهم إخوة كذبة، هم دول الإخوة كذبة، هم دول الإخوة كذبة. بيتكلم عن يهود اللي هم بني جنسي، بني جنسي دول بره الكنيسة، لكن الإخوة كذبة دول جوه الكنيسة، هم اللي كانوا بيهددوه، هم اللي كانوا بيحكموه، هم اللي كانوا عايزين يسحبوا منه الإنجيل. اتعمل له مجمع مخصوص في أورشليم عشان يتحاكم بولس هو برنابا. فهو الإخوة الكذبة موجودين وعاملين ضجيج وعاملين إزعاج شديد جدا للناس جوه الكنيسة. لما بشوف المثل ده وأقراه وأقرب من فكرة أنه الرب هيتركهم كلاهما معا إلى الحصاد، ما بيبقاش جوايا إلا امتنان حقيقي جوايا أن أنا ابن الله، وبقول يا رب أشكرك أني أنا من ضمن الذين قبلوك وأعطتهم سلطان أن يصيروا أولادك، أي المؤمنين باسمك. نفسي دي تبقى صلاة كل واحد النهاردة بيشوفني، أنه قد إيه امتياز عظيم انك تبقى متاكد ان لحظه الحصاد لما تيجي تكون انت مستعد، وتبقى انت من ضمن الفئه اللي الرب هياخدها للسماء، يعني هتروح للسماء ومش هتحاكم، مش هتقف قدام دينونه، لانه ليس يعني ليس شيء من الدينونه من الان على الذين هم في المسيح يسوع. المسيح اخذ كل الدينونه اللي علينا، مش ان احنا نستحق ده، الجميع زغوا وفسدوا اعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد لغايه اخر وقت. احنا بس كل اللي بيعمله الرب يسوع بنعمته، مش بأعمالنا، بنعمته، انه بيخلصنا يوم بعد يوم، يعني خلصنا بيبقى اقرب مما كان، كل يوم بنزداد فعلا مهابة، كل يوم بنعيش خوف الرب وفي مخافته دايما وعايزين نعيش ليه هو. الخوف يا جماعة، كل الخوف ان يكون وسطينا ناس زوان جوه الكنيسة ليهم نفس شكل القمح، بس هم في الحقيقة اخوة كذبة. بولس الرسول في فيليبي بيتكلم عن ناس كنت أذكرهم لكم فرحا، اليوم أذكرهم باكيا. يعني على فكرة ناس مشهورة، ناس معروفة بالاسم، كان بيذكرهم، يعني كان بيتكلم عنهم في وعظاته، بيقول لهم دلوقتي أنا أذكرهم باكيا. ما نفسيش، ما تمناش، بصلي من أجل أنه ما فيش حد فينا يفقد وما يبقاش فيه وسطينا حد اسمه ابن الهلاك، بالعكس كلنا يكون لنا الحياة الأبدية، لأن احنا ضامنين ومتأكدين ان احنا القمح، احنا الحنطة اللي الرب اختارها والرب زرعها بنفسه من خلال كلمته، من خلال إنجيله. ونتقابل الحلقة اللي جاية.